أكرمت ربداعك أبد ما ينوصف وزل ما بفعالنا هابو ينعرف. عندي هوسة ذاك اليوم بالفيسبوك نزلت واحد كاتب التمنية يعرقون كتبت لها من العمارة قالت توش عندكم بس الرمي ايه انا كتبت هوسه تفعل هاي احنا اهل التفق والماو كل من غاد ننقله جاهلنا وعن جانين عوزيات جاهلنا وعن جانين عوزيات شايبنا اقل كم عده سترله نعم عندنا رمي نعم عندنا رمي انا اعترف لك ايه جا عندنا مراجل عنها نتخلي الغثان صير الموس بالبلعوم الغثان صير الموس بالبلعوم لا فوق النجم صدقنا اصله احنا اهل العماره ما ندنق الراس احنا اهل العماره ما ندنق الراس ما نهوى يا عم كلمه الذله حيل هاو اللحمه تسلم ونشرب شاي على الهيل ونشرب شاي على الهيل